السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايين مع بعض نتعلم انت ازاي تعمل اصلا الواجهه الزجاجي اللي بتكون موجوده على اي صوره، حتى لو صورتك الشخصيه هتعملها بطريقه سهله جدا وهي بسيطه، وربما تكون عشان شكلها جميل جدا وناس كتيره بتعجبها الطريقه دي فبتحب ان هي تكون عايزه تعملها، ولكن مش عارفه هتعملها ازاي. خلينا مع بعض نروح سريعا على الفوتوشوب بنفس الطريقة، نجيب أي صورة إذا كانت صورتك أو إذا كانت صورة زي دي، وهنعمل نفتح الصورة نفسها أهي وهندوس كليك يمين وهنعمل منها لاير تاني بالشكل ده يا شباب، وبعد كده هنمسك اللاير ده وهنعمل له بلور، وليكن أنا هعمل له بلور مثلا بالطريقة دي، وهنخفي اللاير ده وهنرجع اللاير بتاعنا الأساسي وهنضغط على تلاقي في التكست انت بتكتب منها تحتها ماوس تحتها مربع كده، او ممكن تلاقي شكل من الاشكال دي هنضغط عليه وليكن، وهنعمل حاجة زي كده كمثال يعني. تمام يا شباب، وهنمسك العلامة دي وهنحاول نخليها تكون بطريقة مفيهاش حدة جامدة يعني. بعد كده نمسك نفس الصفحة دي وهنفتح الصورة اللي فيها اللي احنا شلناها وهننزلها على اللاير نفسه بقت اولا بالطريقة دي. ده شكل مميز جدا ممكن انت تعمله، اللي هو شكل الازاز ده، لو انت حبيت تحركها هي نفسها كنترول تي وحبيت تعمل كده او كده في نفس الوقت هتلاقيها معاك في ايه، تحول اي مكان انت عايزه في الصورة لازاز. تمام يا شباب لحد هنا. بعد كده هنمسك اللاير ده بقى نفسه وهنفتحه بالطريقة دي، هنعمل نفتح الاستروك كده هتخليها 2 ما تزودش، لو انت عايز تزود ماشي ما فيش مشكلة، بس 2 بيكون الوضع شبه كويس جدا. هتعملها انسايد مش اوتسايد، وهتخلي دي 26، او لو انت عايزها اكتر دي بيبين الحدة الاطراف بتاعة الازاز، ولكن انا هخليها 24 مثلا، وهنخليها لونها ابيض مش اسود. تمام يا شباب، بعد كده هنيجي هنا على اللون الكالر، طبعا هنخليها ابيض عادي جدا، هنخليها نورمال، هنخلي دي 19 او ممكن نخليها 20 زي ما احنا عايزين، حابين نقلل بنزود دي اكنك بالظبط كثافة الازاز اللي هو اللي بيعزل الخلفية اللي وراها، اللي هو ممكن تخليه طبعا مش هتخليها ابيض كده بس ممكن تزود او تقلل، ولكن احنا هنخليها 10 كمثال. بعد كده يا شباب هنيجي هنا العلامة اللي تحتيها يا شباب، بعد كده هنيجي هنا نختار اللون اللي هو الأسود، لو عندك بيزك أو لو أنت عشان بستخدم فوتوشوب بشيء 22، لو أنت عندك أي فوتوشوب تلاقي هنا موجودة اللي هي دي أهي يا شباب، وهنضغط هنا وهنخلي دي أبيض وهنخلي الناحية التانية أبيض عشان تزود كثافة الضوء الأبيض. تمام لحد هنا. هنيجي هنا نخلي دي 10 الدقة بتاعتها اللي هي برضو دقة استواء اللون الأبيض، هنخليها 10 تبقى كويسة جدا، وهنيجي هنا نخليها لينر زي ما هي كده أو لينر، هنيجي هنا نخليها 100 زي ما هي، هنا نخليها 120، وهنيجي على آخر واحدة الدروب شادو طبعا نخليها بعد ما نخليها مالتي بلي يا شباب. بعد ما نختار الاختيار ده نختار اللون الأسود طبعا، هنخلي دي لو انت عايزها أكتر دي ليها حدة عزل الإزاز عن المكان اللي وراه. تمام، ده كان مثلا هخليه 30 وهنخلي دي 5 دي عشان تكون فاهم درجة ابتعاد أو قرب اللون الأسود من ورا علشان يعزل ما بين الاتنين، فاحنا هنخليها 5 دي لو انت حابب تخلي اللون باين جدا ان هو عازل عن ورا ويكون الإزاز بس اللي باين، ولكن مش هنحتاجها. دي هنحتاجها 250 علشان خاطر كل ما بتقرب كل ما الضوء بيكون قريب من المكان، فاحنا لا هنوسع اكتر عشان خاطر تكون هي باينة بعض الشيء، يعني نضغط اوكي. تمام كده جينا هنا بقى حابين ان احنا نظهر الحاجات دي، مثلا دي انا منزلها عموما من على فريبيك، فانت لو حابب ان انت تنزل حاجة شبيهة لكده يعني هتكون بالطريقة دي يا شباب، لو انت حابب برضه هي صورتك وانت حابب تظبطها هتظبطها، الموضوع مش
صعب للدرجة يعني. هاي انت تظهر اي حاجة بقى منهم، هتظهرها تخفيها تغير الالوان و و الى اخره يعني. وبس كده يا شباب، تكون حلقتنا خلصت النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وتسيب تعليق تقولنا في رأيك، او تطلب مننا اي حاجة نعملها هنعملها ان شاء الله. الفيديو منفصل لوحده بطريقة تكون كويسة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.